دكتور بشر، شلون امي؟ امك صارت زينه واخذوها للبيت. رحم الله والديك دكتور. خلص عليكم المرضه، تعال عسل. نعم دكتور. عسل وصل المريضه للباب. صار دكتور، يلا امشي. يابا والله عجبتنا هاي الممرضه كلش حلوه. يلا حجي انا هذا حدي، روحوا بالسلامه. وروح بيك، ما انت الحين ويانا نوصل امي للبيت، خاف تتخربط بالطريق. شو وديني شو جيبني؟ لا ما اروح. اجر لك تاكسي تاخذك وترجع، شو تكسبين بيها ثواب مريضه. يلا راح اروح انا اوصلها وياك. ابو التاكسي فارغ؟ اي عيني تعال تفضلوا. شلون اخلي السايق يفتهم ويوقف حتى اخذ منها بوزه؟ ايش بيك تبوا؟ ايش بيك؟ فهمت، وين تريد نوقف؟ هنا يم البستان هذا. يلا وقفت لك. اقول لك عين الممرضة عسل. قول عيني. ممكن تنزليني شوي لان عندي موضوع وياك، ما اقدر احكي قدام امي. ماشي. احكي. مو هنا ما اقدر احكي، مشينا هناك نحكي. ليش مو هنا؟ مو ادري اسالك على صحة امي، خوف تعرف، مشينا هناك ورا شجرة. يلا احكي. انت كلش عجبتيني. ممكن تعطيني بوسه؟ وانت جبتني لهنا تريد بوسه؟ بشر. شو بشر؟ قلت له على بوسه وشبعتنا راشديات. امي داك فاهي، بين ما انت رعت وجيت انا شبعتمها بوس. ولك هاي امي كانش مدريني.